جاء طبعا في موضوع حساس جدا وفي الجور زي ما بيقولوا، بس اتمنى قبل ما تبداي ما تبقيش منصفه للستات بس، انصفينا. لا هم اكيد هتبقى منصفه للستات لان دايما الستات هم اللي لازم طبعا. لا 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 لازم تبقي على حياد. في لا في جمتين. انا هتكلم بجد حتى من خلال التجارب والمشاكل اللي الشاطر اللي بتتبعت لي، يعني هتكلم بقى هحاول اكون بجد والله حياديه من الواقع. بس هقول لك على حاجه بقى من الواقع، اكتر مشاكل بتجيلي ستات والله بانصاف. شفتي عشان الشكوى، شكوى الرجال، شكوى من الرجال. اه ده حقيقي، انا بتكلم بجد، انا يعني الناس بقى بتبعت لي وكده، فانا بكلمك حقيقي. فلو هتكلم عن موضوع الكرامه والحب، يعني طبعا احنا يعني تقريبا الشعب بحاله، الاوطان كلها، كل الناس بتتعرض للمواقف دي يعني مرة حتى في عمرها، المهم ان هي بتعدي عليها حتى في صحابها. المهم ان الموضوع ده انا شايفه ان هو موضوع شائك صراحة. يعني دايما يسألوا لك هل في كرامة في الحب فعلا؟ وفي ناس تقول لك لا ما فيش كرامة في الحب لان احنا الاثنين واحد، فاحنا ما فيش ما بيننا كرامة. وفي ناس تقول لك لا لازم الحب من غير كرامة ما بيبقاش حب. فاحنا عايزين نفهم بقى الحتة دي منك. هقول لك حاجة، يعني بما ان حضرتك حد دارس وفاهم ده، فعايزين نصيحة منك. هو أول حاجة اللي ما عندوش كرامة ما يتحبش. أكيد أنا معاكي يعني في الرأي. مفيش حاجة اسمها مفيش كرامة في الحب، لا في كرامة. احنا يعني ربنا مكرمنا كده وجايين الدنيا، ربنا مكرمنا مسخر لنا كل حاجة، ازاي يعني مفيش كرامة؟ هي يعني الفكرة احنا بنخلط بين الكرامة وبين التضحية. تمام؟ يعني الاثنين على فكرة في فرق بينهم، بس احنا بندخلهم في بعض أحيانا. يعني واحدة تقول ايه ما انت لازم تضحي ولازم تعملي وتستحملي كذا وتعملي كذا، اه صح لازم، بس لحد فين؟ امتى اقول ان انا كده جيت على كرامتي وامتى اقول ان انا كده بضحي؟ يعني انا اللي قدامي مثلا انا مرتبطه ومخطوبه، هو هتجوز او ايا كان. أيوة. والشخص مرتبطه بيه هو ظروفه صعبه، هو انسان كويس ومحترم جدا وما فيش اي مشكله، بس ظروفه صعبه. فهنا حته ان انا صابره، مع ان انا عارفه ان ممكن لو سبته هيجي لي ناس كتير وصغيره وعندي كل المواصفات اللي هي المفروض ان انا عادي هيجي لي المواصفات الطبيعيه، بس انا لا انا صابره معاه وعلى ظروفه وهو الى اخره. هل انا كده جيت على كرامتي؟ لا لا طبعا، دي حاجه ودي حاجه. دي اسمها تضحية. الست اللي بتتجوز وزوجها بتعدي اي مشكله، مرض لايا كان، ربنا يعفو عنا جميعا، وتصبر عليه وتبقى معاه، هل انا كده باجي على كرامتي؟ لا. امتى باجي على كرامتي؟ هو يعني يعني المعروف ان مثلا ان الكرامه مرتبطه بان الشخص اللي قدامك بيبقى عنده عدم تقدير ليكي. ده حقيقي. فانت بتبتدي ان انت تيجي على الشخص الاخر. فلما بتيجي على الشخص الاخر هنا بقى العلاقه بتتحول لعلاقه كارثيه. بتبقى علاقه كلها مشاكل وعلاقه كلها الم وعلاقه كلها خناق. فبتنتهي المطاف يعني في اوقات كتير ان هي بالفراق. ده حقيقي. خليني اقول لك برضو ان في حاجه اسمها سيكولوجية الراجل والست. تمام. السيكولوجية نفسها يعني نفسيته، يعني الراجل نفسيته ازاي، هو ايه الحاجات المهمه بالنسبه له، والست ايه بالظبط في حته السيكولوجيه برضو ايه المهم بالنسبه لها. احنا كراجل وست معظمنا مش دارس، مش قاري، مش فاهم ده. الكلمه اللي هي بتقولها بتعني بيها ايه.